حياكم الله إنما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية النيابية إن تغيير سعر الدينار قد يزيد من عجز الموازنة بنحو 15 تريليون دينار مع بقاء سعر برميل النفط بحدود 70 دولارا. وقال عضو اللجنة جمال كوجر إنه من الخطورة تجاوز نسبة العجز في الموازنة 3%، مؤكدا أن العجز وصل إلى ما يزيد على 60 تريليون دينار قبل تغيير سعر الصرف، فيما توقع أن يضاف إلى هذا العجز نحو 10 تريليونات دينار. بدأت أعداد كبيرة من مكاتب الصرافة في محافظة ديالى بالإضراب عن التعامل بالدولار بعد قرار الحكومة تثبيت سعر صرف الدينار. ووصف أصحاب مكاتب الصرافة في المحافظة سوق الدولار بأنه دخل في سبات عميق وسط تصدر لافتات وعبارات على بوابة المكاتب تؤكد وقف أعمال التصريف. وقال عدد من أصحاب محال الصرافة في المحافظة إنهم توقفوا عن تداول الدولار إلى حين معرفة طبيعة الوضع بعد حالة التخبط التي شهدتها أسواق العملة. قالت منظمة المبادرة الدولية لمكافحة الجريمة إن عمليات تهريب النفط في العراق، ورغم أنها ليست بالجديدة إلا أنها شهدت تصاعدا كبيرا في السنتين الأخيرتين بسبب عدم اتخاذ السلطات الحكومية إجراءات تضع حدا لممارسات الميليشيات في هذا المجال. وأشارت المنظمة إلى أن العراق خسر نحو 130 مليار دولار منذ عام 2003 نتيجة عمليات التهريب وفق إحصائيات وأرقام كشف عنها مسؤولون في وزارة النفط الحالية. كشفت وزارة التخطيط عن عدد الموظفين المسجلين في منصة الرقم الوظيفي للوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات والمحافظات ضمن المرحلة الأولى. قالت الوزارة إن عدد الأرقام الوظيفية التي منحت لحد الآن تجاوزت 3,300,000 رقم وظيفي لعموم الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارات والمحافظات ضمن المرحلة الأولى للمنصة، فيما بيّنت أن الموظفين الذين عينوا حديثاً سيتم إدخال بياناتهم ومنحهم أرقاماً وظيفية في المرحلة المقبلة. أكد تجمع لعشائر جنوب الموصل أن الفلاحين في العراق لم يستفيدوا من وجود الجمعيات الفلاحية في تطوير المحاصيل الزراعية أو الأراضي أو دعمه زيادة الإنتاج واستحصال الحقوق. وأضاف المجلس أن هذه الجمعيات انشغلت بتوزيع الأراضي والحصول على الامتيازات فيما بينها، وهي واجهات فساد فقط، في الوقت الذي يؤكد نواب أن الجمعيات الفلاحية وغيرها من الهيئات فقدت زخمها ونشاطها منذ سنوات ولم يعد لها أي تأثير مباشر. الآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادلة.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.